في اوروبا سنه، وزي ما الاتحاد الاوروبي اوقف النشاط الانجليزي عنده 5 سنين. العب العب في اي حته، لكن مش هتلعب في الدوري العام، العب في اي مكان. الدوري العام في مصر 4 مسابقات، اولى وثانيه وثالثه ورابعه. العب، روح اعمل نشاط في اي مكان انت تختاره، لكن في الدوري العام لا. ليه انت العقوبه المتصوره ايه يا دكتور؟ العقوبه اللي انا يعني شايف اللي انت شايفها العقوبه العادله في اطار اللي حصل. العقوبه ايقاف نشاط كره القدم في النادي المصري على صعيد مسابقات الاتحاد. خد بالك، على صعيد مسابقات الاتحاد يعني ايه؟ يعني لو جه الاتحاد الليبي قال للنادي المصري تعالى انا عايزك ضيف في خلال فتره التوقف النشاط، والنادي المصري بعت للاتحاد المصري قال له انا موقوف عندك بس الاتحاد الليبي عايزني اروح العب ماتشين، اتفضل، عايز اروح العب دوره لمده 6 شهور، الاتحاد المصري يملك حق الموافقه او الرفض. انما ما يتعلق بنشاط الاتحاد المصري ايقاف لمده 2 عامين. هو مش الدارج انها تبقى هبوط؟ ما هو لسه، ما انا بقول لحضرتك تمام، ايقاف لمده 2 عامين، ثم يبدا من ادنى درجه وهي الدرجه الرابعه. فتره الايقاف دي حكمتها ايه؟ ايه الحكمه؟ ما هو كل شيء القرار اذا ما كانش له حكمه يبقى عبثي. ليه مصر ما يهبطش مباشره للدرجه الرابعه؟ هناك حاله تجوب مصر كلها باستثناء بورسعيد تقول ان هناك غضب ضد النادي المصري في كل ملاعب مصر وفي كل مدن مصر. لو قررنا هبوط النادي المصري هيلعب مؤكد خارج بورسعيد، مؤكد، ما هو الدرجه الرابعه فيها انديه خارج بورسعيد. لا يمكن تأمين النادي المصري ولاعبيه وجمهوره خارج بورسعيد في الفترة دي. بس ده مش في دولة قانون. نعم؟ يعني ده مش في دولة قانون. يعني ايه؟ يعني ده حاجة تتعلق بينا احنا بقى. لا، من جاي لحضرتك. يعني إذا وقعت عليه عقوبة بالهبوط إلى دوري الدرجة الـ 18 من حقه أن يمارس حياته الطبيعية لأن العقوبة وقعت عليه بالفعل. ما خلاص، بس أنا بقول لك إيه الحكمة؟ إيه الحكمة؟ إيه حكمة إيقاف؟ ليه أوقفوا النشاط بتاع كل أندية إنجلترا مش ليفربول بس؟ مع ان ليفربول هو عامل الكارثه. ايه ذنب مانشستر يونايتد؟ ايه ذنب تشيلسي؟ ايه ذنب ارسنال؟ كانت ايه الحكمه؟ ان هناك غضب عام في كل دول اوروبا ضد جمهور انجلترا، مش ضد جمهور ليفربول. المساله اتسع نطاقها، المساله ما اقتصرتش. ممكن عشان كان الهوليجنز كمان منتشر قوي في هو من الثمانينات. بس كانت كل الانديه الانجليزيه في ذلك الوقت بتلعب في اوروبا دون اي مشكله، وهو درءا كمان لفكره ان هم ممكن يكرروا ما حصل. برافو عليك، برافو عليك. هنا بقى يبقى درءا لمخاطر اخرى انا بوقف. هو تاتشر لما قال اوقف سنه، والاتحاد الاوروبي لما قال اوقف 5 سنين للانديه الانجليزيه، هو بيدرأ الخطر. فاحنا النهارده الايقاف ده حمايه للنادي المصري، للاعبيه، لجمهوره، حمايه لكره القدم والرياضه، لان الرياضه المصريه تعرضت لاكبر ذبحه، ذبحه بالكارثه دي، كل حاجه توقفت في مصر. هل ده في صالح مين؟ في صالح مين ان الرياضه المصريه تستشهد بايدي ابنائها؟ لازم يبقى في تضحيه، وهنا مش ما بقتش تضحيه، هنا في عقاب، عقاب للمخطئ. المصري لما يوقف نشاطه لمده 2 عامين ويعود بعد 2 عامين، هناك هدوء تام. هناك انت عارف احنا كمصريين بننسى بسرعه. وبعد سنتين، السنتين دول هيتم خلالهم ايه؟ خد بالك يا استاذ خالد، هيتم معاقبه الجنة، معاقبه المتورطين، معاقبه كل من تشملهم قرارات النيابه. يمكن للاحكام القضائيه تتاخر، مظبوط ولا مش مظبوط؟ لان هي على درجتين في، لكن انا 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 لما اقول ان ايقاف سنتين، لا يمكن الاحكام تطول عن سنتين، مش ممكن. يبقى انا بحط لنفسي حاجز بعيد المدى للاطمئنان ان القصاص سيحدث، لان لا يمكن تسمح بعوده النادي المصري لاي نشاط قبل القصاص. القصاص ده شان هما نفسه نواب بورسعيد بيقولوا احنا عايزين القصاص، واخد بالها. ابدا بعد كده من الدرجه الرابعه واصعد، واصعد تدريجيا، عندي الامكانيات الاصعد. اكبر نادي في ايطاليا يوفنتوس، لا خلاف، نزل من 4 سنين، 2006 2007 يوفنتوس درجة تانية، 2007 2008 نزل لعب في الدرجة التانية. يوفنتوس الذي ينافس الآن على الدوري، الذي فاز ببطولة أوروبا في حادثة هيسل، في كارثة هيسل، نزل درجة تانية وقعد سنتين. مارسيليا 1993 نزل درجة تانية، اللي هو بيلعب حضرتك لسه قايل مارسيليا هيلعب مع بايرن ميونخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. اولمبيك مارسيليا، وكان رئيسه وزير الصناعه في فرنسا برنار تابي، برنار تابي وزير الصناعه دخل السجن ومارسيليا نزل. القانون فوق الجميع الا في مصر، الا في مصر.
وزاد بقى بعد الثورة ان القانون بقى يعني بكل اسف حاجة لا وجود له. احنا بنتكلم يا استاذ خالد في قانون وفي لوائح وفي نماذج. يعني حادثة هسر احنا جايبين نموذج مش احنا اللي عاملينها. وبعدين يقول لك بورسعيد محتاجة نظرة عدل ومساواة. هايل ده اللي قال كده الاستاذ علي تور، محتاجة عدل ومساواة. هات لي يا استاذ علي نادي في مصر قتل 74 متفرجا وما نزلش. هات لي اي نادي في مصر العدل والمساواة، ان لو نادي في مصر قتل 74 متفرج وما نزلش وما تعاقبش وما وقفش يبقى المصري يطلع بالمظاهرات. انما ما فيش نادي في تاريخ مصر قتل واحد بس الا المصري، الا المصري. والجرايد معاهم في الكنترول لو حب يحطوا لك بتاعت سنه 60 قتل اربعه واصاب 67 في ماتش ايه؟ اتحاد السويس في كاس مصر لا اهلي ولا زمالك. ايه ملابسات المباراه دي؟ ملابسات المباراه دي المصري بيلعب ضد اتحاد السويس. قبليها كان في غضب عام في المصري من اتحاد السويس لان نجم النادي المصري وهداف المصري عبده سليم انتقل لاتحاد السويس. فلما انتقل اتحاد السويس رايحين يلعبوا في الكاس. المصري كان الحادثه دي في 22 يناير، كان سبحان الله ماشي كويس قوي في السنه دي، ما خسرش ولا ماتش في الدوري ولا في الكاس طبعا. فماشي ما بيخسرش في بورسعيد. اول بيلعب في بورسعيد في بدايه الشوط الثاني المصري جاب عبده سليم جاب جول. عبده سليم في المصري. في النادي القديم. احتجوا وقالوا اوف سايد. الحكم كان حسين امام امبراطور الحكام. قال جول. ازايز وطوب وتع كمل. جاب جول ثاني عبده سليم هو. وبقى 2-0 الاحتجاج زاد. مش عايز يهدى بقى. انتهت المباراة بفوز المصري بفوز اتحاد السويس 2-0. كانت النتيجة ايه يا استاذ خالد؟ فيما كتب في الجمهورية والاهرام. فيما كتب، والغريب ان كتب على ألسنة مراسلي بورسعيد لما كان مراسلي بورسعيد بيشتغلوا لحساب جرايدهم مش لحساب مدينتهم. ودلوقتي بيشتغلوا لحساب مدينتهم. خلاص لا مش هم، كل مصر. بص عموما الان هناك مندوب الاهلي في صحيفه الاخبار، مندوب الزمالك في صحيفه الاهرام، مندوب بورسعيد في قناه كذا. مندوب يعني خلاص الايه اتعكست. الايه اتعكست مش انه رايح لقناه كذا في النادي الفلاني او في المؤسسه الفلانيه او في الوزاره الفلانيه. واغلبهم بيقبض من النادي اكتر ما بيقبض من الجورنان او بيقبض من البتاع، اغلبهم الحقيقه. نرجع تاني للقضيه دي. فالحادثه فبعد المباراه 5000 واحد اقتحموا الملعب. 5000 واحد. وكتب في الجورنال، مش انا اللي كاتب طبعا، سنه 60 كان لسه في ما كملتش 10 سنين. فكتب في الجرايد ان اقتحموا بالاسلحه البيضاء ومات اربعه واتصاب 67. كل اسف الحادثه مرت بدون عقوبات رادعه. في وقتها؟ في وقتها. مفيش اي عقوبات رادعه. خالص. يناير 77 الاهلي والمصري في بورسعيد. الاهلي متقدم 1-0. الخطيب احرز هدف في الدقيقه 90 من فاول على مسافه 40 متر. خد بالك يعني ايه؟ يعني هو مش هنا. فالحكم احتسب الهدف. كان اسمه محمد رزق شحاته الله يرحمه. راحوا له لعيبه المصري ونزلوا الجمهور. كابتن الكره اتلعبت قبل ما انت تصفر. قال لهم مش لازم اصفر. ده فاول من نص الملعب. لا ضربوه، لغى جول. تخيل لغى جول بفاول من نص الملعب. اتلغى، بس الاهلي انتهت المباراه كسبان 1-0. الحكم اتضرب علقه بعد المباراه. ضرب علقه ولم يعاقب النادي المصري. الحكم محمد رزق شحاته والجرايد موجوده. ما حدث في مباراه الاهلي والمصري السنه فاتت والاهلي والزمالك والمصري السنه فاتت في بورسعيد كان يستوجب عقوبات رادعه جدا ولم يحدث. من يضمن العقوبه؟ يسيء الادب. طبعا. جمهور المصري ضامن العقوبه. لان الاكاذيب اللي احاطت بمدينه بورسعيد، انا هنا بقى بتكلم على المدينه مش بتكلم على الجمهور المصري، جعلت ال احفاد من حاربوا في 56 يعتقدوا انهم فوق القانون، يعتقدوا ان ما حدث في حرب 56 يمنح المدينه وابنائها واحفادها واحفاد احفادها الحقوق الكامله أن يصنعوا ما يشاءون بدعوى أنهم حرروا مصر سنة 56. يبقى لأن بورسعيد حاربت العدوان الثلاثي في 56 وحررت مصر في 56، طردت العدوان الثلاثي في 56، يبقى من حقهم يعملوا إيه؟ يبقوا فوق القانون. هنا الأكاذيب قديمة جدا. بص
ما كانش في عدوان ثلاثي على بورسعيد، كان في عدوان ثنائي على بورسعيد، كان انجلترا وفرنسا. اسرائيل كانت في سيناء. نعم. اسرائيل لم تذهب الى بورسعيد بعسكري واحد. يبقى دي اول حاجه. العدوان الثنائي على بورسعيد، لو الصور تيجي بص حضرتك، العدوان ما كانش على بورسعيد لوحدها. غارات جويه بريطانيه على القاهره والاسكندريه والاسماعيليه وبورسعيد والسويس. كم مدينه يا استاذ خالد؟ سته خمسة. او خمسه. انما اختصرناهم او اختزلناهم في بورسعيد. طيب نشوف اللي بعدها. هل اللي حارب اهل بورسعيد بس؟ قواتنا المسلحه وقوات المقاومه الشعبيه تحصد الالاف من جنود العدو. طبعا تحصد الالاف، ده انت عارف العناوين الحلوه الجميله دي اللي كلها كذب. انما الاول ايه؟ قواتنا المسلحه. يبقى هل اهل بورسعيد حاربوا لوحدهم ولا قواتنا المسلحه كانت موجوده؟ موجوده. دي رقم اتنين. يبقى اول حاجه العدوان على بورسعيد كان عدوان ثنائي. تاني حاجة ان بورسعيد ما كانتش المدينة الوحيدة اللي تعرضت للضرب، تعرض مدن كتير قوي. وان الحقيقة التالتة ان زي ما شفنا على الشاشة ان القوات المسلحة كانت موجودة. بعد كده ابتدى الكلام ان بورسعيد هي اللي طردت، لا، اللي طرد العدوان الثنائي اللي هو انجلترا وفرنسا، وطرد اسرائيل من سيناء الامم المتحدة. قرارات الجمعية العمومية للأمم المتحدة بضغوط من أمريكا وروسيا. ما هي دي المعركة اللي كتبت يعني في الكتب إنه مصر كسبتها سياسيا، هي مصر انتصرت فيها من خلال، برافو علي، دي ثابتة تاريخيا. بس هو في جزء مهم قوي يا دكتور، اتفضل. يعني تناول هذه الجزئية في صعوبة عليك قوي، لأنه أنت في هذه اللحظة جاي عند أوراق التاريخ وبتحط عليها خطوط. بص أنا لم أقل، أنا بعتبرها نوع من المغامرة. أنا لم أقل شيئا من عندي. أنا جايب جرايد مصرية في عام 1956. لما أقول لا، أنا نفسي نجيب الجورنان اللي هو بتاريخ، أقول لحضرتك بتاريخ إيه؟ بتاريخ 24 نوفمبر. الأمم المتحدة تتعجل الانسحاب من مصر. الأمم المتحدة، مين اللي بيتعجل الانسحاب؟ الأمم المتحدة. الدكتور فوزي كان وزير الخارجية في ذلك الوقت، يطالب العالم بوقف العنف والسلب في بورسعيد. يعني كان بيحصل في بورسعيد من جنود انجلترا او بريطانيا وفرنسا. ما هو اكيد كان في مقاومة شعبية والى اخره. يعني التفاصيل اللي حصل فيه خلال هذا العدوان هي جزء من ملحمة لكن انا قلت ايه؟ قلت يا جماعة، اقصد ان هي نوع من المخاطرة. انا قلت ان بورسعيد ما حاربتش وحدها. زعلوا. ازاي تقول بورسعيد ما حاربتش وحدها؟ وعايز اقول لك الرسائل اللي جات لي على الموبايل على الكلمه دي تفوق الخيال في قله الادب. انت هما مين اللي حاربوا؟ امك؟ وكلام كده يعني حقيقه. فانا وريت الناس ان القوات المسلحه كانت موجوده. وريت الناس ان مش بورسعيد اللي تعرضت للضرب لوحدها. وريت الناس ان العدوان كان ثنائي لبريطانيا وفرنسا واسرائيل ما كانتش موجوده. ووريت الناس ان انجلترا وفرنسا طلعوا بقرار مجلس امن. مش القوات المسلحة المصرية اللي طلعتهم أو كسبتهم، لا، ده مكسب سياسي لجمال عبد الناصر والسياسة المصرية اللي تمكنت من استقطاب روسيا وأمريكا مع بعض في بوتقة واحدة ضد أخرج من ده يا أستاذ خالد. أن عملية تزييف التاريخ لتدليل مدينة بورسعيد، هنا بتكلم على تدليل مدينة، وصل إلى أحفاد من حاربوا ببسالة في حرب 56. هناك مجموعة ضخمة من بورسعيد حاربت ببسالة في 56، حاربت من شارع إلى شارع ومن بيت إلى بيت، لكن حرب شوارع وحرب بيوت، مقاومة شعبية. يحسب لهم هذا جدا بالخير. لكن لما أقول إن هم حرروا، أنا مش بقول الحقيقة، واخد بال حضرتك؟ لما اقول ان هم حاربوا لوحدهم ما بقولش الحقيقه. لازم اصل الحقيقه تؤلم جدا، لكن تبقى دائما حقيقه. محدش يقدر يجي يقول لي انت بتكذب، لان انا بعرض ايه؟ صحف. بس هي دي تخدم ايه في القضيه الاصليه؟ ان الموضوع موضوع رياضي. ايوه، تخدم ان تم تدليل مدينه بورسعيد على مدار عشرات السنين، فاصبح اهلها لا يقبلون تنفيذ القانون على بورسعيد بدعوى اننا البواسل، أننا من حارب في 56، أننا من طرد العدوان الثلاثي في 56. بس ده يمكن ما كانش